مباشر من أهل الدرع. ثلاثة لغات، فرنسي والأردني والإنجليزي، أكثر بالإنجليزي يعني. طبعا. وأتمنى لكم التوفيق والخير. والرفاهية والمزيد من العطاء والإبداع إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم. جزاكم الله خير. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا الكريم محمد وآله الطاهرين. إن الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام هو ارتباط وثيق بالدين الإسلامي، فهو من أظهر مصاديق تعظيم شعائر الله، لأن الحسين عليه السلام قتل في سبيل الله، قتل في سبيل إحياء وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ونعلم أنه في الجنة، لأن الله تعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعرفنا أن الحسين عليه السلام قتل في معركة كربلاء، ومن حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشير إلى الحسن والحسين: إن ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة. فعرفنا أن الحسين عليه السلام قتل شهيدا وهو من أهل الجنة، حي عند ربه يرزق، وما قتل إلا من أجل هذه الأمة الإسلامية المرحومة، ليعلو شأنها ويعلو نجمها ويسطع نورها عاليا في سماء الحرية وسماء نبذ الظلم والاضطهاد. وما تمر ذكرى من ذكريات الإمام الحسين عليه السلام إلا وفيها منفعة للمسلمين من خلال ذلك الارتباط العظيم الذي ينتج صفاء القلوب وينتج صفاء النيات وطهارة النفوس. ومن أهم هذه المصاديق هي الزيارة المباركة، زيارة الأربعين المعهودة المعروفة، وهي لم تكن موجودة قبل هذه المرحلة في المجتمع الإسلامي ولا قبل المجتمع الإسلامي، إنما سنت وأسست في زمن الحسين عليه السلام. وحاول أئمتنا عليهم السلام الحفاظ على هذه الهوية، وشجعوا ورغبوا الناس عليها، وطبقوها أيضا بشتى أنواع السير لأبي عبد الله الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء. وحافظت الشيعة على هذه المسيرة حفاظا يعلو ويزداد سنة بعد سنة، وبذلوا فيها كل ما عندهم مما يجعل هذه الزيارة باقية شامخة وتبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى، محافظة على هيبة هذه الشعيرة المقدسة إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. وعرفنا بأن هذه الزيارة بطريق المسير على الأقدام هي أفضل من استعمال غيرها من أدوات الركوب كالسيارات ونحوها، لأن الإمام الحسن عليه السلام صح في الأخبار أنه مشى حاجا إلى بيت الله الحرام 25 حجة ماشيا على قدميه. فعلمنا من هذه السيرة أن المشي لقصد المواطن المشرفة
المواطن العبادية فيها فضل وثواب كبير، فكما أن الحسن عليه السلام سن هذه السنة إلى بيت الله الحرام ويبعد 450 كيلو من مقر موطنه إلى مكة المكرمة، فهذه المسافة الطويلة يقطعها سائرا على قدمه، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم ومكانة هذا المسير بهذا النحو. ولا يخفى أن قبر الإمام الحسين عليه السلام له أهمية عند المسلمين باعتبار أن زيارته تؤكد ذلك العمق وذلك التواصل مع الله سبحانه وتعالى، ومما يجعل السير على الأقدام يكون هو الأفضل من بين سائر الطرق التي توصل إلى ذلك المشهد المشرف. وهذه الزيارة لا بد من استثمارها في الخير وتعميق العبادات وسائر الأمور التي تنفع المسلمين، وأهم ما فيها هو التوحيد. نحن من مبدأ الحسين ننطلق في شعاراتنا التوحيدية الإسلامية العامة، لأن الحسين عليه السلام ثورة بكل معانيها على الأنانية وعلى الضغناء وعلى الشحناء وعلى التفرقة، ثورة بكل المعايير. فإذا لم نستثمر هذه الخطوة المباركة للإمام الحسين أو نختزلها في أمر معين، فإننا لا نؤدي ذلك الحق العظيم الذي أتت به هذه النهضة المباركة، ذلك الموقف العظيم. فإذا نحن نطالب بتوحيد المسلمين تحت راية الإسلام لتبقى خفاقة عالية وتخضع إليها رقاب المسلمين، وتنحني إليها هؤلاء الناس كرامة لهذا الطريق، ويحرم التضاغن والتباغض وإثارة الأحقاد، وتحرم إثارة الأحقاد وإثارة النعرات الطائفية، ويحرم كل ما من شأنه أن يثير الفتن بين المسلمين. فقد صح عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذم مثيري الفتن، ذم أولئك الذين يحاولون المساس بوحدة المسلمين، وتبرأ منهم وجعل النار مثواهم وخلدهم فيها، لأن تفكيك المسلمين يعني نهاية الإسلام، يعني الدمار الشامل، يعني القتل وسفك الدماء والطعن بالأعراض من غير أي مبرر. فالحسين إذا لم نستثمر طريقه بهذا الشكل فإننا سنكون لسنا من الساكتين بل المعادين لثورة الإمام الحسين. بدل ما أن نلبي أمام الناصر ينصرنا المقولة الرائعة لأبي عبد الله عليه السلام، نكون بذلك من الصف المعادي، لأن نصرة الحسين ليست هي بالشيء الهين، نصرته في هذا الزمن، في زماننا هذا، في مواقعنا هذه، في أماكننا هذه، نصرته هي أن نكون على مستوى المسؤولية، أن نحفظ هذه الثورة ونشعلها حماسا إلى أن تصل إلى كل العالم وتؤتي ثمارها، بأن الحسين عليه السلام لا يمثل طائفة معينة ولا شريحة معينة من شرائح المجتمع، بل يمثل الإسلام بصورة عامة. وهذا يعني أن كل من يريد أن ينصر الإمام الحسين عليه السلام في هذا الزمن عليه أن يستجيب لندائه، وندائه هو الإصلاح وليست الحروب، نداءه هو التضحية من أجل الحق ومن أجل المبادئ. فعلينا أن نضحي من أجل مبادئنا، وأهم المبادئ هي وحدة المسلمين والحفاظ على هذه الهوية المحترمة، هذه الهوية الحقيقية التي شرفنا الله تعالى بها من دون سائر الناس. ولذا نهيب بكل المسلمين الشيعة في العالم الإسلامي
أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يحفظوا هذه النهضة المباركة، يحفظوها بأعمالهم، بشعاراتهم، بسلوكياتهم وعاداتهم وطبائعهم الحسنة. فإن هذه العقيدة ما دامت أنها جميلة رائعة، فلا بد أن يفوح منها الروائح الطيبة، لا بد أن يفوح منها الأعمال الحسنة والأخلاق الرائعة، لا أن يفوح منها غير ذلك. فالحسين عقيدة جميلة لا بد أن يفوح ممن يعتقد بها الجمال والكمال والرقي، وأفضل كمال ورقي هي حفظ هذه الهوية الإسلامية، وهي لا تحفظ هذه الهوية إلا بالحفاظ على وحدة المسلمين، وحدة كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة العظيمة التي يحقن بها الدماء وتحترم بها الأعراض والأموال والأنفس وكل شيء. فسلامنا إلى كل الزائرين المباركين، سلامنا إلى كل المنتمين لهذه العقيدة الجميلة، سلامنا لكل من يحافظ عليها ويحافظ على هيبتها ورونقها، لتكون إشعاعا حضاريا ونورا مباركا يستطير بالأفق لينفع الناس. ونصيحتي لهذه القناة الرائعة أن تكون مركزا لإشعاع هذا الفكر النير، مركزا لاستقطاب العقول النيرة، استقطاب النفوس الطاهرة، استقطاب القلوب الصافية، وزرع المحبة فيها، لتنشر تعاليم ديننا الحنيف على أكمل وجه، وتبين مبادئ مذهبنا وقيمه وتعاليمه الحقيقية الصحيحة، بعيدا عن الأهواء والبدع والضلالات التي يحاول الأعداء دسها، التي يحاول الأعداء أن يدسوها في مذهبنا وفي شعائر إمامنا الحسين عليه السلام. وليعلموا أن كل عقيدة تفرق المسلمين فهي ليس عقيدة إسلامية بل هي دخيلة، وكل عقيدة تفرق الشيعة فهي ليست عقيدة إسلامية شيعية صافية بل هي من دخائل الأعداء، لأن العقائد الصحيحة توحد ولا تفرق، بينما الأعداء غير بينما الشعائر والعادات والعقائد غير الحقيقية هي التي تفرق بيننا وتجعل كلمتنا متشتتة مختلفة. فسلامي لهم جميعا، وأدعو الله لهم التوفيق والخير، وأنصحهم بأن يسيروا على هذا النهج، وأشكرهم كثيرا على هذه الأعمال التي يقومون بها وأشكر العاملين معهم والقائمين على هذه القناة، وأدعوهم إلى المزيد من العطاء، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق وأن لا يفرقهم عن مستمعيهم ومحبيهم ومشاهديهم إلا وهم في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.